على اللي نسوي الشبكة، كان ما انا اروح كل ساعه تخطيط صفحه رئيسيه، الصفحه الرئيسيه، وابدي لاني شكو عندي شيء احتاجه اسوي لها، خاصه بال 2003 ما كان عندنا موجود خاص بيك يعني. هسه بعد هذا بعد تقدر تخلي، شوف عندي سهم هنا انا، بعد عندي شغلات ما ظهره لي جوا، بعد خليت هنا انا موجودات يعني. تقدر انت تخلي الشغلات استعدادات الصفحه انا خالها هذا التخطيط موجود من هنا. هاي هنبدي نوبات، عندك هوامش مختلفة ونوبات انت في دائرة معينة او مكان معين، عندك الهوامش ثابتة، تقدر تثبت الهوامش لكل مستند تفتحه، تقدر تسوي ديفولت تخليه كافتراضي موجود، وتخلي كل مستند تفتحه يجي موجود. اذا عندك اعدادات خاصة بي تقدر تتغير عن طريق الهوامش. الهوامش عندي دني الهوامش مطينيها ثوابت، مطيني اعلى 2.5 4 يسار، هذا تقريبا يفيد جماعة الإنجليزي، لأن ما طول مطيني من اليسار الأكبر، ما معناه أن المسافة منا لهنا هي 4 سنتيم. أنا على مدى تجاوز هذا الشيء أروح على هوامش مخصصة على مدى أشوف الورقة مالتي شنو بيها. هسه الورقة اللي عندي أنا الهوامش اللي بيها كلها على شكل كلها 2 سنتيم، كلها 2 سنتيم. اريد اغير هسه انا كانه دا احكي عربي، جماعه العربي ليش يزعلون علينا، دا احكي عربي انه انا احتاج انه اليمين يكون اعلى من اليسار، وكانه اخلي 2.5، اخلي مسافه فت نص سنتيم من هنا، نص سنتيم اخلي من جهه اليسار، من جهه اليمين اكثر. هسه شوف جهه اليمين، هسه بشوفها هنا متساويه، هسه من راح اعطيها موافق، او اذا قلنا اذا نريد نعينه كافتراضي وتبقى بشكو ملف افتحه يطلع لي بهاي الصيغه، اقول له هذا تعين لي افتراضي، عين لي افتراضي هذا اللي موجود، اعينه افتراضي يبقى افتراضي، كل ما افتح المستند كل ما انه القى انه الهوامش مالتي موجوده يمين 2.5 والباقي كلها على 2.2. احتاجيت عندك كتابات اكثر، مو شرط تخليه 2، ممكن تخليه مثلا 1 من هنا، هذا تقدر اما عن طريق هاي القائمه المنسدله، او ممكن انت بطريقه سريعه بس تاشر هنا انا وتكتب رقم 1، هو اوتوماتيكيا راح يفتهم 1، بس تكتب منها 1 منها 1 منها 1 بس تاشره، وعن طريق القائمه المنسدله تقدر تسويها. وتكتب رقم 1 راح يتحولك الى 1، وبقى عندي بين الواحد بصف الهوامش اكل ورق. احنا نوبات نتعامل ويا عده انواع من الورق، نوبات عندنا الورقه تعرفون حجم الورقه العاديه مالتنا اللي هي ايش قد الورقه مالتنا العاديه اللي احنا نستخدمها يسموها اي 4 اللي هي موجوده هنا الاي 4، هذا الاي 4 تجد عليه. اذا قسمت الورقه الاي 4 الى نصين صارت اي 5، الورقه نفسها هاي مالتي اللي عندي اذا طوقتها وخليتها 2 الاي 4 صارت 2 اي 5، ال 2 اي 4 يساوون اي 3، وهكذا كل ما تزايد الاوراق، يعني 2 ان الاي 4 يساوي لك اي 3، ورقه اي 3 يعني الاي 3 اذا طبقها صفحتين تصير 2 اي 4، وكذلك الاي 4 الاي 3 اذا طبقت صفحتين ما معناها القياس مالتها، القياس مالتها 2 اي 3 يسوي لك اي 2 الى ان توصل اي 0. اي 0 هذول يا جماعه المطابع، ما مطابع هسه لو تشوف هسه هاي القياس العروض والارتفاع 21 29.7، اذا اروح للاي 5 راح القاها نصها 14.8 ب 21، 21 صارت بالعكس، صارت هذا الارتفاع مالتها من اجل اقلبها وكانه ثاني قالبها شنو بصوره افقيه، هسه هذا الشكل مالتي اللي قدامي يبين لي انه هذا افقي. ال 21 صارت شنو عرض، الطول مالتي ايش قد صار 14.8، يعني وكانه يساوي لك ورقتين،
هسه من اجل الاي 4 اللي هي صارت العرض ايش قد 21 والطول مالت ايش قد 29 يعني تقريبا 29.7. فقلنا اذا كان عندنا ورقتين هسه هاي اذا اقلبها هسه هاي اي 4 نصها اذا اجي للنص بس هذا النص ايش راح يصير عندي؟ النص راح ينقلب الى صوره افقيه ما راح يبقى هيك يعني تقول هاي ليش ال 21 صارت مثلا دي جوا؟ لان هاي الورقه صارت بالعرض هسه لو تشوفها من اسويها اي 5 بقت هاي بالطول موجوده فالعرض مالتي صار الارتفاع صار هذا ارتفاع 21 بقى الارتفاع نفسه اللي هو العرض مال من؟ مال اي 4 العرض نفسه مال اي 4 والورقه انقسمت الى نصين ال 29.7 انقسمت الى نصين صارت العرض مالتها صار 14.8 واضحه هاي شلون تعرف انت الاوراق اذا كان عندك ورقه اي 4 اذا كان عندك ورقه نباتي تطبع على ورقه اي 4 صغيره فمن هنا انت تبدي الورقه اللي تريدها اذا كان عندك حت ورق خاص نبات انا اطبع على ظروف اريد ظرف اسوي في شيء ظرف مرتب اخذ قياسات الظرف بالمسطره واجي اعطيه من هنا قياسات الظرف ما تشقد موجوده ولو عندي هنا يمكن عندي على شكل ظرف بس انا احاول اقيس ذاك هذا الحجم المخصص مثلا تقدر تاخذه او انا من الهوامش اجي اقيس الطول والعرض مالته واجي ادخله هنا باللي موجود هنا بالهاي هنا ادخل الطول والعرض اللي موجود واحاول الظرف واعطيه طباعه يجيني طباعه مضبوطه عليه هذا كان عندك ظرف او عندك شيء يعني خاص بيك انت تريد تسوي في الظرف مرتب تسويه تقدر تشتغل من هال من 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 هنا من الهوامش او منها تشتغل من شو اسمه من الورقه اللي هو حجم الورقه اللي موجوده احنا نرجع لحجمنا الاصلي اللي هو نشتغل على اي 4 هنا عندك يا اما قلنا شوفون هسه افقي اذا اريد عمودي عندي هنا عمودي وعندي هنا افقي افقي راح الورقه شوفها قدامك صارت بشكل افقيه اذا سنقيم موافق باع الورقه صارت عندي بصوره افقيه اذا تريد نوبات عندك تشتغل بورقه افقيه وقلنا ان شاء الله راح نسوي عده مستندات وشون اخلي اقدر ادمج ورقه افقيه وورقه عموديه وارد ارجع عمودي وارد ارجع افقي هاي نوبات اهل الجداول اللي يحتاجون جداول والجدول ما يرهم عندك باليسار او اليمين او ما يكفي على الورقه مثلا بالطول ما يكفي يعني عندك الكتابه كلش هواي بيه كجدول فنضطر شو نحوله؟ نحوله الى عرض ونبدي نشتغل به من هنا عن طريق هذا بس بعدين ان شاء الله شلون نسوي عمليه الدمج اللي بيناتهم اللي موجوده هسه لحد الان واضحه هسه عندنا بالهوامش باعدادات الصفحه عندي الهوامش هاي اخذتها اخذت الهوامش اللي اريدها هسه لو اجي على هوامش انا يمكن اعطيتها موافق لازم يصير على الشيء اللي اريده اني اللي هو باعوا واحد بواحد واحد اثنين ونص هسه لو اجي اباوع عليها من هنا مبينه شوف المسافه من هنا واحد من هنا المسافه اثنين ونص هاي اللي موجوده وكذلك اذا كان عندنا قلنا اذا كان عندنا انجليزي مجرد نحول من الصفحه الرئيسيه الى انجليزي ونفس الحكي راح نسوي بمكان ما اسويه انه هاي بعدين نجي ان شاء الله ترك مسافه بادئه هاي استفادوا معي جماعه الكتابات انه شلون تترك مسافه بالبدايه وتحدد المسافه بالكتابه البحوث وكتابه الرسائل والطاريح لازم بدايه كل سطر انه تكون مسافه محدده شلون تتركها وشلون تثبتها شلون بعدين ناخذها ان شاء الله. هاي اذا اريد ارجع دائما ارجع بالباك سبيس يرجعني للرئيسي. قلنا اذا كان عندنا صفحه انجليزي كذلك نفس الشيء هم اجي للهوامش هوامش مخصصه واجي من هنا انا ايش عندي؟ عندي يسار اريد 2.5 قلنا للسرعه نوبات اكتب 2.5 واخلي هذا واحد وارجعهم كلهم نفس الشيء هسه اليسار صار عندي من هنا 2.5 ومن هنا كله واحد هذا واحد هذا واحد حتى جوهم واحد من هنا هذا شلون اعرفه من هنا وهذا اقدر اضغط من هنا اعرف المسافه ايش قد ثاني زيت المسافه شوي
باحة المسافة من أنا وباحة المسافة من أنا اللي موجودة. هذا الخط اللي موجود اللي بس أضغط بالماوس الأيسر يطلع لي هذا الخط اللي موجود. هاي أول شغلة اللي بدينا إحنا سويناها، اللي هي سوينا إعدادات الصفحة، رجع لإعدادات الصفحة الرئيسية مالتي اللي راح أشتغل بيها، هي كأنه قلنا عربي بس هذا بقع عندي يسار 2.5 رجعة. واليمين أطيت 2.5. هسه أول شغلة هاي سويتها هي أنه عديت الصفحة اللي موجودة عندي. نجي الصفحة الرئيسية، ورا ما عديت الصفحة وكملتها مطلوب من عندي كتابة، مطلوب من عندي شيء جدول، ها جدول بعدين إن شاء الله نأخذه. موجود عندي كتابة، أنا هسه شوفون أنتوا كل اللي عندكم موجودة في خطوط محددة هي نازلة ويا البرنامج. تقدر هاي الخطوط هسه هاي تقدر الخطوط تقدر تنزلها عن طريق يا اما تنزلها من الموقع او اكو سيديات خاصه ممكن تنزلها. شوف انا سعد منزل ما اعرف كم بال 400 500 نوع خط انا خاط هنا عندي، بس بيهن استفاد من عندهم وقسم بيهن ما استفاد من عندهم وقسم دا عليه هي نزلت عندي يعني اوتوماتيكيا. بس اكو خطوط انا استخدمها بين البولد اللي عندي اللي هو بيتي نوبات استخدم اكثر شيء اللي هو الخط هذا العريض. هذا تشوفون من اجي اكتب هذا دائما استخدم بالعناوين، يعني العنوان مثلا عندك الى موضوع والباقي اكتبه بالسمبليفايد عربي اللي موجود. بالنسبه للكتابات في بعض الاحيان المخاطبات الرسميه ما خطوات الرسميه دائما يستخدم السمبليفايد عربي دائما، هذا يستخدمه ويستخدم حجم 14 يعني حجم الكتابه. هسه راح نجي همنات عن حجم الكتابه. هسه عندي هاي بسم الله الرحمن الرحيم موجوده بخط البي تي اللي هو هذا البي تي هيدنج بي دي العريض، انا شويه خليته على ما تشوفون الفرق بالكتابات اللي موجوده. نجي هنا أنا قلنا هذا اذا اريد احدد نوع الخط اللي انا راح اكتب بيه موجود هنا أنا. اللي هو من انا من قائمه المنسدله او اجي اختار الخط اللي موجود اللي اريده انا اريد عربك. بالنسبه بالمناسبه اكو شيء كلش سريع منات بس تقدر تحول للانجليزي مكان ما انزل انا بال يعني كل ساعه انزل بالهاي بس احول بالانجليزي احول، واريد السمبليفايد عربي اكتب حرف اس هو راح ينزل لي على الاس وابدي اقلب بسرعه. يعني ماكو داعي انه انا بعد قد نزل لي هو بالشريط انا لازم انزل بالشريط وادور عليه، فبمجرد انه اكتب سمبليفايد عربيك هو يوديني عليه. يعني راسا ايات سمبليفايد عربيك هذا الفيكس هذا سمبليفايد عربيك هذا الخط اللي دائما يستخدم بالشغلات الرسميه. هذا هنا نوع الخط، هنا حجم الخط. حجم الخط هذا من هنا تقدر تختاره تكبر به حسب ايش قد تريد، او ممكن انت للطريقه السريعه تريد من هنا هم عندك اوبشنين هنا موجوده. عندك واحد يكبر الخط اللي موجوده مطيك علامة السهم مالته لي فوق ومطيك علامة السهم مالته لي جوا. هذا أصغر بعد تشوفون إذا تلاحظون هذا التصغير والتكبير من هنا تشوفون الحجم ده يتغير عندي يغير ليا بس يغير ليا درجتين. أنا هنا عندي هنا عندي نوبات هنا عندي 11 12 14 13 ما موجودة 13 وال 12 وال يعني الفرديه هاي اقدر اصغر واكبر بها. في بعض الاحيان عندك عن طريق اللي هو الكنترول وعمليه الناقص عمليه يعني الاصغر العفو عمليه الاصغر بالكيبورد عن طريق الكنترول والاصغر بعد تسويها على شكل مفرد. اذا تلاحظون بس شوفون الحجم الخط راح يزيد وحده وحده، هذا سلي اقل وحده وحده. اذا اريد ازيده بالكنترول والاكبر بالكيبورد، الكيبورد اللي هي بصف الانتر. بحضر ايش يكبر لي؟ يكبر لي درجه. بروح درجه يكبر، ما يكبر لي درجتين، بينما انا اللي موجود عندي هسه هنا كله عن طريق درجتين ما عندي مفرد، بس الحد 8 9 10 11 وراها يبدي كله فردي زوجي العفو.
منا أنا همينات إذا أكبر أكبر وصغر صغر اللي أفردي. المهم إذا عندك كتابات في بعض الأحيان يعني مو مقيد بخط معين، ممكن أنت بجدول وشوف حجم ال 14 مدى يكفي بهذا الجدول مثلا، مدى يكفي، فأريد أصغره. إذا أسوي 12 صار صغير، إذا أسوي الوسط بين ال 12 وبين ال 14 اللي أستخدم عملية الكنترول والأصغر، صغر عندي درجة واحدة، هذا إذا أريد أصغر درجة وأقلل درجة. عملية البولد اللي هو هذا الحرف البي، وطبعا بالمناسبة الشكو تقدر هاي الأمور تقدر يا أما تأخذها عن طريق الكيبورد، كل شيء موجود هنا الأوامر، تقدر يا أما تأخذها عن طريق الكيبورد أو ممكن تأخذها عن طريق الشريط اللي موجود عندك. هسه أنا يقول لك غامق، الغامق أستخدم إذا استخدمت الكنترول بي، كنترول زائد البي راح يعطيني غامق. بس هذا بدون ما اضغط عليه على مود تشوفوه، بس ادوس الكنترول وحرف البي صار عندي غامق، راسا تاشر عندي الغامق عندي هنا. هذا ما استخدمت انا الكيبورد، ما استخدمت الشريط الفوق، استخدمت اذا كنت حافظ اكو لسته همينات هم اعطيكم اياها ان شاء الله، لسته باوامر الكيبورد اللي هي كنترول سي كنترول في، اذا عمليه النسخ واللصق، واللي ما يعرف لها يقدر على كل وحدة هنا تخليها با واحد، هنا راح يعطيك كنترول اي، هذا يصير حرف مائل، اذا ادوسه من هنا حرف مائل با يميل الكتابه تميل عندك اذا تريدها، خصوصا ان با تحتاجها من هاي الشغلات بالانجليزي. واذا تريد تستخدم الكيبورد مجرد ما الكنترول وحرف الاي هو راح يميل، راح من كيف هو يأشر. نجي على اذا اريد اسطر هذا الكنترول يو راح يسطر لي اياه، انا اذا ما رحت على اللي فوق رحت على الكنترول يو على الكيبورد، او ممكن من انا اروح راح يقول لي ان الكنترول يو اللي هو موجود انه يسطر لك هذا الحرف اللي موجود هنا عندي. اذا اخذنا هسه البولد اللي هو بصوره غامقه، اخذنا اذا كان بصوره مائله، واذا اخذنا عمليه التسطير اللي موجوده. الاوشن اللي بصفه اللي هو اذا كنت عندك في شيء مهم او في شيء تريد تمسحه في بعض الاحيان وتريد يعني تشوف قريت في شيء وقلنا وما استفاديت من عده، مثلا عندك في الكتابات عندك في الشغلات، فممكن انه مثلا عندي كتابه، اي كتابه موجوده عندي هنا مثلا كتابه اي شيء مثلا انه انا ما احتاجها، فتقدر بهذا الاوبشن اللي عندك هنا تقدر هذا تمسحه. بعد سنة الثاني هاي عمليه تصحيح املائي، كل شيء يعطيك جو احمر معناه انه هذا الشيء ما مفهوم عنده، ما دا يفهمه، فلازم تلقى له يا اما البديل يعطيك هو المرادف اللي منا نكليك ايمن مرادف، انا ما عندي بديل بس مجرد بس اقول له تجاهل يروح عندي. فهذا سوالي خط هنا، هاي الفقره ما معناها انه هاي الفقره انا ما احتاجها، اذا استخدم هذا اللي موجود عندك. ذني الاكس سكوير الاكس صب، هاي اكثر شيء يعني في بعض الاحيان يعني جماعه هواي يسالوني انه يشوفون بها يواجهون صعوبه، انه اذا كان عندك اكس تربيع، اكس تربيع شلون راح اسويها؟ اول شيء مثلا اكتب حرف الاس، خلينا نشيل البولد، عندك حرف الاكس مثلا اكس تربيع او واي تربيع، خلينا نقول واي، اريد اسوي له تربيع عن طريق هذا، انه اذا ضغطته واكتب 2 صارت دي فوق، واضحه؟ ادوس هذا. اذا اريد مثلا اخليها اكس واي سب 2 اضغط على هذا وادوس 2 صارت واي سب. اذا ذني استفاد من عندهم اللور والابر اللي موجود هنا عندك، استفاد من ذني الشغلتين اللي هنا موجوده، واضحه؟ بالنسبه للاندر هذا الخط، هذا بي اكثر من اوبشن همينات ما حكينا عليه، بس تقدر اي خط من ذني تقدر تستخدمه، اي خط تقدر تستخدمه من هنا تقدر تخليه من هنا، هذا تقدر او تقدر من هنا، او اللون تقدر تخليه مثلا لون احمر، هذا الاندر اللي موجود هنا الاندر تقدر تخليه بلون احمر مثلا، ها منا تقدر تتحكم كل شيء قائمه منسدله معناها بها تحكم موجود. بس احنا لحد الان وصلنا لهاي المرحله، هاي المرحله بعدين نجيها ان شاء الله، هذا عباره عن عمليات يعني
قليل تستفادوا منها الا اذا كان عندك مثلا عرض تقويمي، عندك فشي تستفاد من عندها وين؟ بالباوربوينت اللي هو اشكال، يكون اشكال اللي انت تختارها، يعطيك اشكال محدده هو معطيك اياها موجوده، انت تبدي تختار من هنا. هذا اختاريت هذا. انا دائما استخدم اكو بعض الشغلات هاي علمت هاي بالممارسه ان شاء الله، انت شوف شيء عجبك. هاي شغلات من الاختياريه اللي انت تعجبك، انا وقت اخليها توهج، اخليها فد لون مثلا اصفر، سويت لها في التوهج انه اريد هاي اميزها، او ممكن انت تختار لون اللي انت تريده، وهذا عندك قابليه تحكم حق باختيار الالوان، عندك انعكاس، عندك الظل، عندك هاي الشغلات. يعني قلت لكم اختياريه تفيدكم اكثر شيء بالعروض، عرض بوينت، الباور بوينت، الشغلات. واذا اللون اللي ردته هنا أنا ما موجوده، تقدر تروح هنا على الوان، اي لون موجود من هنا تقدر تاخذه، انت تقدر تاخذ الاخضر يسوي لك لون اخضر. هاي عمليات التوهج. بس هسه بعد انها ماخذه، يعني يمكن عندنا احنا بالباوربوينت، انا ماخذ اول صفحه بالمناسبه، اذا اروح اذا اريد بعد صار مسوي توهج اصفر هذا الخط نفسه، هسه لو اجي احدده واروح على التنسيق اللي موجود واروح على التوهج راح تلقى اصفر موجود، هذا بعد ماخذ اصفر، اذا اريد اخضر صار عندي اخضر اللي موجود. هاي عملية التوهج بعد تفيدني وين؟ تفيدني بالعروض، مع عروض ذني الشغلات تفيدني هنا أنا اللي موجودة هاي. وكذلك نفسها هي موجودة، اللي يعرف بالوورد راح يعرف بالباوربوينت، راح يعرف بالأكسل من عدل المعادلات، الأكسل من عدل المعادلات اللي المفروض يدخل بها بغير، يعني بغير أمر المعادلات اللي موجودة. واضح لحد الآن؟ واضح دكتور، عاش تفيدك. دكتور بس هذا مال اكس تربيع حباب، كانت واقفه بشاشه ما طلعت. هاي انتم ما راح تستفادوا من عندها، تستفادوا من عندها بس شغلات بسيطه، طالما قلت لكم بدك تكتبون بحوث هاي راح نجيها ببحث. بس في بعض الاحيان ما تريد كل ساعه تكتب معادله، انا اكتب اقدر هاي عن طريق المعادله، اقدر عن طريق ادراج من انا هاي، بس بعدين عاد اشرح لكم اياها، عن طريق ادراج معادله واقدر اكتبها اكس تربيع شلون اريد. اكس تربيع اجي اختار واحد من ذني النصوص اللي موجوده اللي هو هذا، احط اكس هنا أنا. واحط اثنين هنا أنا. صارت اكس تربيع عندي، واضح؟ هذا ذاكرت على المعادله. بس نبات اكو كتابه تجي ضمن، يعني يجيك حروف من ضمن شو اسمه، من ضمن الكتابه راسا، تفهمين يعني لو كتبين كتابه جتش اكس تربيع او جتش واي تربيع، هسه راح اسوي لك اياها من هاتس. قلت لك بعدين هم بالمعادلات راح تشتغلين معادلات راح تشوفيها اسهل. هسه هاي عندي اكس تربيع بصوره مايله، هاي سويتها بايش؟ سويتها بالمعادله، مو؟ اريد اسويها بهاي الطريقه اللي عندنا، اللي احنا قلنا اكس او واي، خلينا نفرقها عن الواي على مود الايه. عندي هاي واي واجي هنا انا ادوس على الاكس فوق ماكو؟ واجي اعطيها رقم 2 صارت واي 2. اريد اسويها بهالشكل، مجرد اعطيها مايله صارت بشكل معادله كانه. فنوبات تجيك بال 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 شو اسمه، تجيك كتابات مثلا، تجيك واحد سحت له اني كاتبها اكون، اقدر بس اظل الاثنين واصعدها لي فوق. بس الين خليتهن صارت اثنيناتهم فوق، تشوفين؟ برجعها لهاي شلون كانت. فنوبات حتى لو تكتبين كتبي بصورة عادية مثلا اي ثلاثة مثلا، تقدرين رئيسا بس تأشريها وترجعين للثلاثة مثلا، هاي ست ثلاثة والهاي اثنينات اندر ارجعها مثلا، هاي اي ثلاثة اريد بس الثلاثة اشرها صارت اي ثري. بالمناسبة اكو فشي بالورد لازم تعرفوه وكثير ما ينتبهون منه، الوورد ما يشتغل الا تنشط الشيء اللي تريده. يعني ثاني كنت اشتغل مثلا ما منشط، اخذ لي السياق اللي عندي، بقى عندي البولد منشط، اذا اريد اخلص من البولد سواء على الكتابات كلها بولد باقي منشطه، ما الا اوخره يلا يبي يعطيني كتابه بصوره عاديه. بعد ساعه اكو فرق بين هاي الاي وهاي الاي، هاي بولد بقى وهاي مو بولد، لين روحت البولد اللي عندي، هذا هنا بقى بولد، بعد شو راح اعرفه؟ هذا بولد وعندي الاندر وعندي هذا الخط توسيط خط، هذا عندي كلهم
شوفين المؤشرات، هذا راح تجي مثلا تلقي بس بولد. من تبدين تلاحظين ليش عندك اختلاف بالكتابة، نوبات يصير عندكم اختلاف بالكتابة، من تكتبون يصير عندكم اختلاف موجود. تتوقعون انه اي شيء بالوورد لازم هسه هذا اريد اسوي بولد، اجي اخليه هنا ما راح ياخذ، الا ابدي انا شو اسوي؟ انا ابدي انشطه واطي البولد. تنشيطه شنو؟ هو عمليه تحديد بواسطه الماوس. اجي هذا اريد احدده بواسطه الماوس، احددها بسم الله. او طريقه الاخرى للتحديد شوي يعني بالممارسه تجي عندكم وتساعدكم اكثر، اللي هو شيفت. اقدر ادوس شيفت وعلامه السهم، السهم اللي اربع اسهم الفوق اللي موجوده عندي بالكيبورد، ابديش قد اريد احدث بس الرحمن الرحيم مثلا، هاي ليش حددتها؟ اللي ما يسيطر بالماوس، هاي حددتها عن طريق الشيفت، شيفت والاسهم اللي موجوده حددتها الشيء اللي اريد. انا اريد الرحمن احددها، اجي احط الكيرسر هنا عندي حددت الرحمن، اطول جينا بهالطريقه. عمليه المسح بالوورد عندك طريقتين، يا اما عن طريق الباك سبيس يا اما عن طريق الديليت. شو وقت تستخدم الديليت وشو وقت تستخدم الباك سبيس؟ الباك سبيس اللي هو العلامه اللي موجوده السهم فوق الانتر اللي هو المربع اللي موجود، اذا اريد استخدم الباك سبيس بالمسح اخلي الكلمه الكيرسل مالتي ورا الكلمه واستخدم باك سبيس. اذا اريد استخدم المسح مالتي قبل الكلمه من اخلي الكيرسل هنا وادوس باك سبيس، وين راح يوديني؟ راح يمسح لي الفراغ اللي موجود هنا. بينما شو استخدم اذا قبل الكلمه؟ استخدم الديليت. هذا الفرق اللي شو كنت تستخدم الباك سبيس وشو كنت تستخدم الديليت. انت اذا تكتب وصلت هنا خطأت بهذا الشيء، خما ارجع اني اتحرك، هاي عندك الحرفين زايده مثلا ثلاث حروف، خما ارجع اكون هاي، لا اني اذا امشي بالباك سبيس. كتبت وصلت هنا بالبدايه قلت هذا اول كلمتين خطا، الباك سبيس راح يصعد لي خطوه لفوق، اجي استخدم الديليت. هذا الديليت اريد ان انا استخدم باك سبيس. واضح؟ هاي عمليه الفرق بين المسح بالديليت وعمليه المسح بالباك سبيس. واضح؟ واضح؟ واضحه دكتور. واضحه دكتور، مشتيلك. من التعبون قولوا لي، صار لنا تقريبا راح يصير لنا اقل الساعه. من التعبون قولوا على مود ننهي المحاضره. هسه قلنا ذني كلهن منشطات اللي عندي، هذا بدينا عليها. تعرف استاذ سؤال؟ نعم. هسه انا من اضغط كترال والتكبير والتصغير، هاي العلامه بالكيبورد الاكبر والاصغر ما جاي ينطيني الايعاز نفسه بالنسبه للخط. بالنسبه للخط ليش؟ آيات مو آيات، ما دا أشوفك يعني. إيه نعم آيات. آيات. هسه إيش حكينا؟ قلنا ظللي واشتغلي، إذا ما صارت جاوبيني. ظللي اللي تريد تسويه ظللي. أوكي. ظللي ويعطيني نتيجة على السريع. كترول وتكبير. اللي أوكي. هو كنترول وعلامة أكبر وأصغر اللي هي حرف الدال وحرف الجيم. إيه ما تطلع عندي، أنا عندي حرف الدال والجيم. هاي أقواس لا لا لا، هي هاي حرف الدال والجيم هي أكبر وأصغر. أها إيه هسه الدال والجيم مضبوط. أنا كنت أسوي بالزاي والواو. لا لا زاي والواو، لا زاي والواو لا، هاي غير شغلها. أي تمام، وأقول ما جاي تشتغل حسب نوعية الكيبورد اللي بتستخدمين. واضحة هسه هاي عرفتيها؟ إذا حرف أنا نسيت أقول لكم، المفروض أقول لكم إياها، اللي هو حرف الدال وحرف الجيم. أي تمام وضحت، شكرا جزيلا. وضحت هسه؟ إيه وضحت. أحد عنده سؤال قبل ما أنتقل للقرشي؟ لا دكتور ما عندنا شيء. ماكو، أريد بس آخذ فد نص صغير على مد بعض الأوبشنات أشوف لكم إياها اللي استفادوا من عندها جماعة الإنجليزي. بالمناسبة إذا أريد أمسح هذا كله عن طريق المسح، هاي أكو أوامر ثابتة عندنا إحنا،
لا نمسح كل الورقة، مجرد أنه ياما select all اللي هي عن طريق الكنترول اي راح أهددها كلها وأعطيها يا أما backspace أو delete، ماكو مشكلة أعطيها delete، مسح كل الحشي اللي عندي كنترول اي اللي هو select all اللي موجود عندك كلك select all، يا أما تيجي تسوي له نسخ. إذا أريد أسوي تراجع راح أعطيكم بعض اللي أشتغل بها بالكيبورد اللي كل واحدة تيجي وقتها. إذا أريد أسوي تراجع اللي هو كنترول زد أتراجع عن آخر خطوة سويتها كنترول زد، كنترول واي يقدم لي خطوة اللي هي مين مكان ما استخدم هاي تقدم وتراجع، تشوفوها هاي تراجع كنترول زد تقدم شنية كنترول واي. هسه إذا أريد أسوي تراجع كنترول زد طلعت عندي هاي أنا اللي مسوي سيلكت أول بيها اللي موجود كلها وأريد أمسحها، سويتها كلها على مود أبدي أخلي بالمناسبة هسه أني سويت مسحت وقص يعني سويت ديليت، أنا خزنت يعني جملة بالإنجليزي عنوان هذا اللي باع جاني استجاني بهالطريقة، هذا المفروض ما يجيني بهالطريقة. عملية اللصق اخوان اكو فقره هسه هم راح اجيها بحدها يعني بحدها راح اجيبها. شوفون كل عملية لصق اعطتني شكل ممكن اشكال متقاربه ما تبين عندكم. عمليه النسق بثلاث شغلات هاي اللي قلت لكم بيها من تاخذون اي نص بالانجليزي وعلى متجنب في بعض الاحيان عمليه الاستلال انك لا تستخدم لا هذا شو يقول لك الاحتفاظ بتنسيق المصدر. الاحتفاظ بتنسيق المصدر بشرط انه بعمليه الاستلال اذا كنت ماخذ في جمله معينه واجي اسوي لها استلال وانت مطيها هذا راسا راح راسا الاستلال راسا يجي يكشف لك هاي الجمله يكتب لك اياها راسا يقول لك انت ماخذها من عنوان بحث. ليش؟ راح يوديني يسوي لي وكانه سوالي هايبر لينك للمكان اللي اخذته. فدائما عمليه النسخ وعمليه اللصق إذا عدكم وتريدون تأخذون نفس الشيء إنه هاي أحكيكم بس عملية بحوث بس هاي النبات أنا استفاد منها عدها من عندي نسخ ولسخ من مكان محدد مثلاً وأريد نفس التنسيق اللي موجود أخذه من هذا المكان أو أدي لهذا المكان أخذ ما أسوي له كنترول في. كنترول في يعطيك رأساً يعطيك تنسيق مشترك في بعض الأحيان. فحاول باللصق بعملية اللصق أنت عندك في الجدول مسويه وتريد تأخذ هذا الشكل نفسه بخطوطه وبأنواعه تأخذ اللي هو تنسيق المصدر اللي أخذت منه. بس قلنا إحنا ككتابة بحوث وكشغلات دائما إيش نأخذ؟ نأخذ حرف الأي اللي موجود اللي هنا أنا اللي هو بعملية اللصق يطلع لك ثلاث أوبشنات اللي موجودة عندك خيارات اللصق اللي موجودة يطلع لك ثلاثة. إحنا دائما بالبحوث بالهاي من تاخذ فقره من بحث معدد حاول اللصق مالتك ليكون بالاحتفاظ بالمصدر بتنسيق المصدر. واضحه؟ واضح؟ واضحه يعني هذا دكتور بس المعادلات دكتور اذا كملت هاي الفقره المعادلات يجيها بحدها بحدها اجيب اياها بحدها لان موضوعها كلش كبير ويعني ممتع كلش ممتع. بعد ماكو معادله تنسيق ممكن ما تاخذها انت لا بعد ماكو معادله يعني هي ورا الصفحه الرئيسيه راح يجيني عمليه الادراج. عمليه الادراج راح اخذ لكم اكثر الشغلات اللي موجوده به اللي ممكن تستفادون. هو شغلات هنا عندنا في بعض الاحيان ما نستفاد من عندها فاحاول انه بعمليه الادراج اخذ لكم اكثر الشغلات اللي هو عندنا رئيس تدير الصفحه رقم الصفحه عندك معادله وعندك رمز ايضا في بعض الاحيان عندك رموز انك محتاجه مثلا الاوم مثلا تبي تدرجيها بمكان محدد بمكان ما تكتبيها معادله هنا عندك رموز واذا ماكو تروحين على مزيد من الرموز
يطلع لك الرموز كلها اللي موجوده اللي تحتاجيها، اللي هي الفاي والثيتا والبيتا والالفا. احتاجيتي الفا يا اما دبل كليك عليها يا اما تقولي لها تاشيريها وتقولي لها ادراج. شوفي صارت عندك هنا الفا تشوفيها. دكتور بس عيد هاي شلون طلعت الرموز؟ الرموز من عمليه الادراج، وتروحين هنا اكو عندك معادله واكو عندك رموز، واذا الرموز اللي موجوده هنا ما لقيتيها تروحين على مزيد من الرموز وتبدين من هنا تقدرين. هاي كلها عندك عمليات رموز هنا موجوده. باعي هاي لازم كل واحد تعرفي بحيث كل واحد رمز هذا الشكل، كل واحد الرمز اللي عنده 3D شكل. باعي احتاجيتي مثلا الفا وبيتا وهاي هذا باللاتيني مثلا تقدر تلقيه. هذا مطيش الحروف كلهن اللي موجوده، بعد هنا راح تلقين موجوده هم حروف عندك هنا اللي انت بالقائمه. شكو رمز تضيفيه راح يطلع لك عندك بالقائمه اذا كنت انت تشتغلين مثلا احتاجيتي الات ادراج. من اروح هسه مرت اللوخ القام موجود الات هنا عندي ظهر هنا اي تبعي ظهر. فانت لي قدام انت بدين تشتغلين شوفين الرموز اللي عندك تهيئيها كلها لي قدام على مود لا تبقين كل ساعه تروحين تدورين عليها. واضحه؟ لان شكو رمز هسه راح اضيفه راح يبقى عندي موجود. شكو رمز هذا ادراج مو خليته راح القاه هنا موجود. الميو هذا الميو موجود، الالفا الاوم الثيتا مثلا هاي الاسهم انا في بعض الاحيان احتاجيتها عندي مثلا دارد ارمز الفشي انه هذا الشيء ارتفع، اجي اروح على هذا الرمز اقول هذا هنا ارتفع وابدي اكمل. بعدين رد مرتلخ هذا الشيء انخفض ابدي احط عمل انخفاض ابدي اشرح له بهالطريقه. هذه انا هذا الشيء اللي سويته على مود اوصل بس لهذا الاوبشن اللي وصلنا له. اكبره شويه وهذا صار عندي بداخل الرموز خلي يروح ما اريده. هذا وصلنا الى هذا الاي كابيتال واي سمول. الاي كابيتال اي سمول عندنا احنا بنزح احمد استاذ احمد. نعم استاذ بس احد الطلبه يريد الانضمام. هذا اللي سويته هسه هذا بس اريد خليت لكم بالانجليزي، هذا اكثر شيء احتاجه بالانجليزي فخليته انجليزي. هذا من اجي اشر اني راح يشوفون عده اوبشنات اللي عندكم هنا اريدها كلها هاي هسه هاي شبيها تشوفون. خلينا نخلي هاي الاول بعد ثانيه يقول لي لازم كابيتال راح يشوفون بها كابيتال وبها سمول موجود. هذا كلها اريدها اني سمول لتر كما اقعد ابدي وحده وحده اجي على الاور اقول هذا حول لي اياها هذا حول لي اياها هنا انا بي في خلينا نقول الماكسيمم هنا انا ماكسمايز اخليها همينات كابيتال على مود تشوفوها هذا التي اخليه كابيتال. فابدي لازم ابدي اغير هذا شيء يعطيني الحاله اللي عندي اريدها كلها سمول. اجي من هنا على هاي اقول له كلها سوي لها احرف صغيره من كيف هو غير لي احرف صغيره. اريد حرف كبير بدايه كل جمله. هسه انا ايش عندي؟ عندي هنا أنا جمله انتهت. افرض هنا انا عندي في الجمله انتهت مثلا بحس هذا الثاني عليها هذا الشك وهذا يعني معناها انه حول لي هذا. هسه لو اجي على التصحيح يقول لي حول لي اياها بس بمكان ما اذا كان عندي هوايه فاجي اما هذا احدده واقول لي سوي لي مثلا خلينا نجيها وحده وحده سوي لي كل حرف كبير سوي لي كلها حرف كبير. واضحه؟ اريد حرف كبير بدايه كل كلمه حرف كبير في بداية كل كلمة، كل بداية، كل سطر، كل كلمة. هاي شوكتي فيكم بالعناوين مثلا، عنوان تريدين تسويه انت كتبي انت ما عندك مشكلة كتبه. بعدين ابدي حول الشيء اللي تريده. هذا اريد عنوان هذا، العنوان دائما يكون حرف كبير في كل كلمة ما عدا الاند والاوف وذني والاون والهاي لازم تبقى احرفها صغيرة. هاي هم نجيها بعدين ان شاء الله. فهذا حوليها هسه حرف كبير بدايه كل كلمه. ايش عندي الاوبشن الاخ؟ هذا ما مستخدمه يعني ما استخدمه انا هذا حرف استهلاكي وهذا راح يحوليها النمط النمط احنا ما مستخدميها اصلا ما مستخدميها فما استخدمه. استخدم ذن الثلاثه دائما انا استخدمها. مثلا عندي هذا عنوان اريده يطلبوه من عندي هذا كبير هذا فرض عنوان. خما اقعد اعيد كتابته من جده بس مجرد اشره واقول له سوي لي حرف كبير
احاول لها لحرف كبير هو بدون ما اتعب بدون ما اخلي هذا الاوبشن اللي موجود انك تستفاد من عنده انك تحويل الحروف. هاي حرف كبير بدايه كل كلمه ما اريده لان ماكو يعني كتابات الا بالعناوين، فاجي ارجع مرت اللغه اللي هو حوله اما حرف صغير حروف صغيره وابدي هذا هو اوتوماتيكيا مطيني اذا يقول لي نقطه وراها معناها انه شنو هذا لازم انا اغيره بدايه لان ذني قليلات وهذا باعي باع كل شيء يعطيك تصحيح. هذا ايش يقول لي هسه هنا ما معناها انه اكو فراغ زايد هنا النقطه لازم تجي مباشره ورا هاي هو دي يعطيني اياها باعي دي يعطي زياده هنا روح ليها الانجل يقول لي ميس هذا ما عندي تصحيح هذا عندي قواعد هذا ليش قلت لكم برنامج القواعد هذا القواعد الجرامر اللي هسه مشتغل عندي يقول لي انت وصلت جمله هنا منتهيه لازم شو تخليه خلي كومن وخليها هذا البي في ما يعرفها شنو البي في لازم شو احولها احولها الى كابيتال هاي اقدر يا اما من هنا اذا كنت انا مستخدم احولها حرف كبير واضح هذا اللي قلنا لكم الاوبشن تستفادون من عنده بالشغلات اللي انجليزيه اللي موجوده على مود نكمل هذا بقى عندنا بس هالكم وحده هاي هذا كان عندك في الموضوع تريد تظل دقيقه نعم بس هذا هسه قلت انا مفعل برنامج الجرامر هذا الجرامر اللي مفعله ويا الوورد هذا باعي هسه عندي هاي هاي بعدين هم تجيكم باعي ثاني كم برنامج مفعل ويا الوورد فذاك تشوفين من شغل الوورد الوورد جدا يتعطل لان مشغل الاند نوت مشغل النترو الاند نوت رابطه وياه هذا يعني هسه من افتح شو يقول لي يقول لك عندي عندك واحد من ثلاثه بدا خلاص اثنين من ثلاثه بدا خلاص ذني البرامج انا رابطهم بالوورد الجرامر اللي هذا اللي موجود برنامج القواعد مال الانجليزي اللغه الانجليزيه انا رابطه ويا الوورد شو اكتب نوبات جمله هو بعدين انا اعطي تصحيح اعطي بالاخير من انا اوبن الجرامر اللي هسه اعطيكم شيء بسيط ان شاء الله عليه يعني هسه انا ما داخل بالاشتراك بعدني ما طول ما مفعلات ذني عندي بعد هذا كل شهر لازم انا ادخل بالاشتراك يعني اجدد الاشتراك مو اجدده افعله يعني كل شهر تفعيل هسه افعل لكم الاشتراك راح تشوفون ذني الاوبشنات كلها عندي تشتغل هلا اعطي الاوبن بالله راح يطلع لي هنا أنا في الصفحه موجوده هذا راح يطلع لي فري راح يعطيني الجمل الخطا اللي موجوده هنا أنا. عندي جمل خطا بالقواعد اللي موجوده هنا أنا. عندي هو صحح لي اياها بعد يحلل اللي عندي بعدين بدا يحلل هاي شكو هاي هذا راح يقول لي شنو ناس عندك فراغ من اضغط عليها راح يجي هنا يعطيني التعليق عليها يقول انسيسري هذا ممكن تحذفه الفراغ هذا هاي الجمله ممكن تبدلها باسف باسف فويس هاي لازم اشيل الدي مثلا مالتها على ما اقدر اروح راحت اللي عندي هذا الفوتوفولتك ما يعرف شنو الفوتوفولتك راح ادوس عليها يقول لي لا ضيف لها قدامها ذا of the اجي اقول له of the هذا يصلح لي القواعد مالتي اللي موجوده هذا برنامج الجرامر وكذلك انا رابط هذا شوي عطلني فسديته رابط النترو وهاي اللي سالوني بعض الاسئله هذا هسه نريد احوله منه انا راسا الى بي دي اف منه انا احوله راسا مباشر اريد ادزه بالبريد راسا مباشر احوله منه انا خليت هاي اضافات احنا نضيفها وهم راح نجيها يعني الفقره من تجي بوقتها نستخدم اي برنامج نجي من نضيفها ذاك اليوم لجماعه الاند نوت اللي ما ظهر عندهم الاند نوت اللي فوق بالاستخدامات واضحه؟ لو بعد دكتور بس سؤال واضحه جواب دكتور هاي المسطره اللي فوق شلون افخرها؟ شلون تسويها؟ شو تريدين؟ اظهر المسطره اللي فوق اظهرها بالوورد فوق ما ظهر عندي بالعرض عرض تروحين على العرض على الفيو اشرين هاي المسطره بس اشري هاي السهم يطلع عندك المسطره اللي فوق، اذا اوخرها راحت. اذا هاي ترجع عندك المسطره، رجع عندك الحدود كلها من الصفحه اللي موجوده من هنا. اذا اريد خطوط شبكه اسويها كلها خطوط شبكه.
صارت عبارة عن خطوط شبكة. هاي منها أنت تتحكمين مين من العرض اللي موجود، بعدنا احنا ما وصلتها هاي. واضحة؟ هاي الوضعيات اللي عندكم هنا هم بعدنا عملية تكبير ما تكبير، صفحة واحدة، صفحات متعددة. الشغلات اللي راح تستفادوا منها دا اقدر اعطيكم اياها كلش يعني. نقدر نختصرها. اليوم تشرح شلون ناخذ من الوورد ننسخ للاكسل وبالعكس؟ لا لا هاي بعد. لان توصلون بهذه المرحلة لازم عندي ماخذ الجدول، ومن اخلص الجدول ان شاء الله واعطيكم الجدول. عندي جداول موجودة بالاكسل وعندي معلومات بالاكسل شلون اريد احولها للوورد. مثلا عندي فد شهادة او نتيجة، وخاما عندي سبتوا مثلا شهايد مالتكم، مثلا هسه قلت عندي مشتركين، عندي مشتركين 26 نواة، توصل مشتركين 100 وشوية. هاي لازم كل واحد أنا يكتب اسمه موجود. هذا شو اسوي؟ اسوي شهادة، اصمم شهادة بالتصميم اللي عندي، واجي اقول له هنا واربطه وين بالاكسل. اجي هنا انا خلي لي الاسم اللي موجود، بس هنا انا غير لي بس الاسم واصدر لي شهادة له. يجي ياخذ لي الاسماء بالاكسل كلها 100 واحد، يسوي لها على شكل شهايد. يعني النتائج مال عام مال الطلاب سويتها بهالطريقه هاي. نتيجه هسه ما اشوف لكم اياها ان شاء الله، بس عند المكان هون لان الفايلات هوايه. فشوفين من تطلع ليش وحده بس من الطبيعيه يطلع ليش كل المطبوعات، كل واحد هنا أنا الماده مثلا الكترونيكس، مثلا هنا انا الهاي فولتج، اقول له هنا انا الهاي فولتج خلي لي فلان خانه من الجدول الفلاني اللي موجود بالاكسل، خلي لي اياها هنا أنا. الهاي فولتج خلي لي اياها هنا أنا. هاي يبدي ياخذ هو من الاكسل هنا أنا ويطلع لي نتيجه. هنا انا خلي لي اسم الطالب، وهنا خلي لي اذا ناجح قول له مبروك، واذا مو ناجح لا تخلي له مبروك. وابدي اقول له كرييت، يبدي يخلق لي اياها كل النتائج كلها، يسوي لي اياها خلال 5 دقائق يكمل لي اياها كلها النتائج. هاي هسه اسوي لكم عمليه الربط بينها وبين الاكسل. هاي اكثر الشغلات اللي تستفادون من عندها. واضحه لحد الان؟ اكو احد عنده سؤال؟ عشت ايدك. وصلنا لهاي الشغله البسيطه اللي قلنا خلينا نخلص بس هاي على مد... الشغلات الباقيه هاي هم جدا مهمه. هاي الستايلات كلش راح تستفادون من عندها. هاي الستايلات هم كلش تستفادون من عندها بالكتابات. ثاني حولها عربي. بس اذا ادوس على اي ستايل الكتابات تختلف عندي. هاي لان هاي اصلا مبرمج عندي كل واحد شكل. اذا تشوفون هسه خل اكبر لكم اياها. هذا ستايل تحفظه انت من تكتب الرساله مالتك. هذا اكتب به المقدمه، العناوين اسميه عناوين، انا قسم به بعض مسميه اكو تسميات عندي انا مسويها. او انشاء تسوي لك فشيء خاص، انشاء نمط انت تريده. مثلا حسب الدليل يقول لك هاي اريدها كابيتال واريدها وورد، العفو بولد مثلا، هاي اسويها بولد ماكو، وهاي واريد جوها خط. اوكي؟ اجي هذا النمط اللي موجود هاي بعدين هم انا ما اريد ادخلكم بها، اقول له تعديل عدل لي هذا حسب اللي موجود. حسب اللي موجود اخذ التعديل هذا، المفروض هسه شو اروح اني هذا من أنا اي وحده واضغط هاي يسوي لي اياها مثل ذيك الفوق مثلا. هاي بعدين هسه اعلمكم عليها الطريقه شلون تسووها. ثبت الكتابه هنا أنا حجمها 14، اجي اخذ هذا اقول مثلا المتن اسميه المتن اللي موجود. هاي ان شاء الله هم اجيكم عليها فد شيء سريع. وباقي الشغلات من عندكم اسئله ان شاء الله تعرفوها. هاي من قلت لكم اريدكم تطبعون انتم بيديكم طبعوها بيديكم. هسه المهم هذا اخذناه قلنا اذا اريد هاي عمليه الاي بي هاي اللي موجوده، اذا الهايلايت اللي موجود اكو فد شغلات عجبتني اريد اسوي لها هايلايت. مثلا تقدر حتى الهايلايت بالوان، مثلا اي لون تريد، اخضر اصفر مثلا، هاي سويها هايلايت. هاي الجمله خلى ليها هذا الهايلايت اللي موجود عندكم هنا أنا موجود بصفه. اللي بصفه شنو هو؟ اللي هو لون الخط. هاي من اريد اروحه بعد الهايلايت بس اضغط عليه ضغطه ثانيه يروح. اريد هذا قلنا احنا كل شيء بالوورد اذا ما نفعله ما نشطه ما نحدده ما ياخذ. هذا اريد اسوي خط احمر. سواء يا خط احمر من انا الالوان اللي موجوده انت اي لون تريدها، اخضر احمر اي لون من هنا تقدرون تغيرين لون الخط اللي انتم بدكم تستخدموه. واضحه؟ هذا لحد الان. هاي عمليه المسح، اذا كان عندك مسح تمسح تحدد الشيء وتريد تمسحه مثلا
من هذا عملية المسح بين مساحة عدت عندك وتقدر تمسح بها. هاي اللي موجودة. إذا العفو هذا مسح التنسيق، إذا عندك تنسيق أنت ماخذه خاص وتريد تودي باحث، هذا كان عندي باعوس هذا تنسيق ماخذه، أنا ماخذ هذا التنسيق اللي موجود. إذا أريد أوخر هذا التنسيق بس أمسح التنسيق اللي موجود، يرجع لي شلون كانت الكتابة اللي موجودة. هذا هسه لحد الآن كملنا إحنا مشكلة الوورد، مشكلة في الموضوع كلش كبير. يعني أخذنا اليوم ساعة وشوية تقريبا، لأن يعني أتمنى أعطيكم أكثر شيء تستفادون منه، أكثر شيء اللي مرينا به واستفادينا من عدة وواجهنا به صعوبات وشون لقينا وشون سوينا. فشوفونا شغلات ستو عندكم مثلا هنا أنا ماكو، هذا مثلا Arabic Direction ما عندكم أنتم، هذا أنا في اليوم يعني جتني شغلة احتاجيتها تحويل الدايركشن اللي موجود هاي علامات توبيب أنا ضايفها اللي أحتاجها من أنا، هاي علامة توبيب جديدة، هاي علامة توبيب جديدة، هاي أنا ضيفها. هذا ما عندكم مثلا عملية الرسم ما رسم، هذا الحلو به شلون تحول كتابة عادية رسم تحوله إلى معادلة مثلا، عندك هيك بس تعال لازم تسيطر شوية. بعد السلطانية اكس تو اي هو اكس تربيع، هذا يحوليك الكتابة مثلا إذا كان عندك كتابة وتحوليها تلي انت كتبين بيديك وتحوليها، بعد السلطانية اكس تربيع مثلا، هذا هم عندكم مو موجود، انتوا يعني انتوا تضيفوا هذا. واضح؟ هسه احنا لحد الان بعدنا بالصفحه الرئيسيه، بعدنا كل شيء ما مسوين، بس المهم اليوم اذا عليكم وعندكم مجال خمس دقائق، عشر دقائق، ربع ساعه، نص ساعه، تبدي تشتغل لي من هنا بهاي الجهه. هاي الجهه اللي موجوده اللي هي عمليه القص، شنو الفرق بين كذلك راح نقول هسه قبل ما نروح هسه عندي هاي، شنو الفرق بين انه اسوي لها ديليت اوكي، وشنو الفرق بين اسوي لها قص. الفرق بين القص والديليت، اذا سويت ديليت القص اذا اقصه واريده بغير مكان يبقى محفوظ عندي بالحافظه، بس اسوي كنترول في لصق يرجع لي. بس من اسوي هذا ديليت بعد سدريت سويته ما راح ترجع لي هاي الكلمه، راح يرجع لي اخر شيء انا قصيته شنو اللي هو هاي. بينما اذا هاي الانجل ارجع على نفس الكلمه اللي هاي سوينا لها ديليت، اسوي لها قص تبقى محفوظه عندي بالحافظه اللي موجوده، بس اسوي كنترول في ارجعها بالمكان اللي اريده اني وين موجود. هاي شو استخدم على مود لتفيدكم، اكو شغلات تفيدكم خليتها بالاخير اني اللي هي الحافظه، تستخدم الحافظه. السبع يعني شو استخدمت، من استخدمت الحافظه، شكو شيء قصيته او شكو شيء راح اسوي له هاي المونثلي، راح اسوي له كوبي، راح تنزل هنا عندي الانجل راح اسوي لها كوبي، راح نزلت عندي. احتاجيت بالكتابه هنا انا اكتب مثلا اريد اضيف كلمه انجل، انا عندي موجوده هاي طبعا كلمه واحده بس من استخدم جمل استفاد منها، اقول له هنا ادرج لي الانجل، اجي اكتب مرتلو ادرج لي المونثلي. هذا الحافظه تضم لك شكو شيء انت خزنته عندك، وتقدر تستفاد من عده كذلك اذا كنت فاتح غير برنامج، بس تفتح الحافظه من يعني تفتح غير صفحه تقدر تستفاد منها ومن هنا تبقى الحافظه عندك محفوظه هنا عندك. هذا سجينا هنا لوين احنا؟ جينا الى هنا القص. ما هسه بيتفعل عندي، قلنا كل شيء هسه لا القص ولا النسخ متفعل، اذا ما نشطت تفعلت عندي. اذا القص اللي هو تقص شيء، هذا اكثر شيء راح نستفاد من عده بالجداول، الجداول ما تقدر تمسحها بالديليت، تمسحها بالقص. اذا كان عندك جدول ما تقدر تسوي له ديليت، فاذا تستخدم عمليه القص نستفاد من عده بالجدول. قلنا عمليه النسخ هاي ونسخ التنسيق، هاي من الشغلات اللي جدا مهمه. مثلا عندي هذا حولته بولد اندرلاين بصوره مائله، من اجي انسخ التنسيق مالته شكو كلمه ساريدها تصير بهذا الشكل، هاي الجمله كلها بدها تصير بهذا الشكل، هو سوى لي اياها تشوفون. اجي هذا مرت اللوخ مثلا، هذا لون ازرق اريده ازرق،
ياكل ما اريد هاي ما اطلي اوبتيمال سواليها ازرق هذه يسمون نسخه تنسيق اخر تنسيق اخذته انت واستفاديت من عده وتريد مكان ما كل ساعه انا اجي اشر هاي واروح على خط الازرق اشر هاي عندك هاي من يكون عندك كتابات هوايه هذا نسخه تنسيق على متاخذه بصوره كامله رأسا بس تاخذ منها نسخه تنسيق واذا تريده متكرر ليش كل ساعه ادوس اكثر من واحد اضغط ضغطتين يبقى عندي يعني نسخه تنسيق يبقى مرتين اقدر هسه هنا اخذ مره مرفوض يبقى عندي اخذ مره اللوخ واضحه هذا يسموه نسخه تنسيق هاي اللي كملناها وهي عمليه اللصق خيارات اللصق اللي موجوده شنو عندك من تنسخ شيء من تنسخ شيء هاي يعطيك خيارات اللصق كل شيء كل واحد هسه هذا من نسخته من نسخته واجي اجي على اللصق راح هذا ايش راح يعطيني يعطيني هالشكل هذا ايش راح يعطيني يعطيني هالشكل اللي اي شيء يعطيني يعطيني الشكل الديفولت اللي موجود انا دا اكتب يا كتابه بالدعش حجم الدعش فكل واحد هذا من قلت لكم عندك شيء تريد تاخذه من نفس المكان وتوديه لغير مكان تستخدم الاحتفاظ وتنسيق المصدر اذا كانت نفس الورد بس من تاخذه من بحث وتجيبه ما حبيت انك تاخذ هسه شوفوا حتم عمليات الاستلال اللي موجوده يقول لك لا تستخدم كنترول في لان الحين تعرف كنترول اس اللي هو عمليه حفظ كنترول في اللي هي حميت العفو الاس اللي حفظ كنترول سي اللي هي نسخ كنترول في اللي هي لصق فيقول لا تستخدم كنترول في لان ياخذ يحتفظ لك بالمصدر ومن تجي استلال حتى هاي الكلمه ما طول ما اخذها من المصدر اللي موجود راح يوديك بالاستلال عليها يقول لك انت ما اخذها من فلان مصدر ويحدد لك اياها بالضبط يعني انت ما اخذت تنسيق راح ياخذ اللينك مال هذا المصدر اللي اخذت منه ويوديك عليه هاي هم راح نجيها في بعض الاحيان اللي هو الادراج الارتباط التشعبي شلون شيء ادرج بيته بمكان يعني هاي عود ان شاء الله ناخذها هاي بعدين يعني هاي بس في شغلات البحوث مو بحوث الارتباط التشعبي يستفادون من عندها بالمجلات اللي موجوده ممكن شرحت لكم مره عليها اكو واحد عنده شيء بعد قبل ما اسد الشاشه اكو واحد عنده شيء ممنونين دكتور لا دكتور ما عدنا شيء تعب صارت بعد كافيه مو كافي اي كافي دكتور تهم تعبت شكرا مع السلامه تعبت يعني اليوم دوام بس ادز لكم الحضور عيني نشكرك لا العفو بس ادز لكم الحضور بلا زحمه عليكم ماشي دكتور فورما وكل واحد يكتب اسمه راح ادز لكم اياها عن طريق الرساله اللي موجوده هنا اكو واحد عنده شيء سريع تسلم استاذ على شتيدك دكتور بس الندوه مال باكر شنو صار الاتفاق عليها حضور الى الكتروني باكر حضوريه صار الاتفاق عليها ساعة. هم بالعشره ان شاء الله هي بس باكر حضوري ان شاء الله وجزء باقي الايام يعني راح تصير الكترونيه ان شاء الله لان تحتاجون فيها بالحشد؟ اي نفس القاعه ماشي يعطيك العافيه الهند موجود تمام بالعشرة إن شاء الله بس الحضور هذا سجدوا لي إياه ومن قلت لكم جماعة البحث وجماعة الها قلت لكم يعني راح تشوفون في الموضوع كلش بسيط بس أنتوا وعدتكم أنتوا عبالكم راح تبدون تكتبون بيديكم أو تبدي تكتب لا هي مجرد إنه ناخذها في دورة خاصة في اليوم إن شاء الله من الأيام شلون تاخذ من البحوث وشلون تبدي تكتبها وشلون تسويها وشوف نفسك اذا قد يوم توازيت ممكن بثلاث ايام تكمل لك اربع ايام تكمل لك كتابه بحث كامل هو ومعادلاته وشغلاته كلهم اي واحد اخوان عنده سؤال بباله شغلات بباله ممكن انه اللي ما عنده شيء اللي يسجل اسمه يقدر يروح اللي عنده سؤال ممكن عندنا كم دقيقه بعد
اللي عنده سؤال بباله او في شيء ما فهمه او شيء عنده التباس بي ما صار عنده. ماذا هذا الحضور ما جاني رابط. ما جاش رابط هذا يمش عيني بالهاية. زهراء. رسائل زهراء. الرسائل. ها سجاش. شكرا دكتور. العفو 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 حبيبي. اريد بس اريد اريد يعني اللي عنده مجال يقعد بس يراجع ذني على مود شوف شغله ما صارت عنده او شغله ما صارت هاي، لان وراها راح نجي شوي باشياء الكيبورد واشياء الهاي شوي. يعني قلت لكم هي الدوره يعني يمكن 10 ايام 15 يوم ما تخلص، بس نحاول بدنا ناخذ بها الشغلات الرئيسيه تستفادون من الشغلات اللي يعني صار عندنا مشاكل. احنا عندنا عالج لكم شكو مشكله صارت عندي وواجهتني وما عرفت لها بوقتها مين اروح لها مين اجيها. صراحه تجيكم عمليه الجداول ان شاء الله باكر راح ناخذها، عمليه الجداول شلون ننشئ جدول وشلون ونكمل باقي الاوبشنات. الرابط مدى يفتح هسه راح ادزلكم الرابط. تسلم دكتور عاشت ايدك وديك مستفادين ما جايت الرابط دكتور عاشت ايدك. هسه راح اسوي لكم غير رابط، راح اعطيكم هذا الرابط استفاديتوا منها. اي والله دكتور عاشت ايدك. سهله ولا صعبه؟ لا لا سهله. لا لا سهله ان شاء الله. هذا دكتور سهلة. تسلم دكتور. سهلة مو سهلة؟ سهلة هي أكيد. سهلة سهلة. هذا مو هسه يفيدكم، حتى من ترى الموظف أنا أشتغل بالوورد سنة 97. من 97 أشتغل به، من كانت ماكو بانتيوم. أول وورد نزل عندنا بال 97 نزل عندنا على الفور أي 6 اشتغلنا به. مدى يفتح انت يعني المشكله خوف المشكله عندكم. اكو احد عنده مشكله بالرابط مدى يفتح عنده؟ استاذ انا عندي ما جاي يكتب، يعني من ادخل على الاسم اضيف اسمي ما جاي يكتب. بقول لي لما يتم تفعيل الجافا سكريبت. خل اشوف عيني. هات سجلتني اني ردود موجوده عندي 19 واحد استسجلوا الاسماء. اللي ما يصير عنده المشكله يعني يقدر يسجل من غير مكان او كتبوا لي اساميكم هنا انا على مود اني اثبتها. وفاء ما يفتح عندي شو الرابط؟ زين المشكله من يمك يعني المشكله عندك الصراحه دزلك مرت اللوخ. وفاء اذا امكن وياك تسمعيني وفاء على مود هاي المشكله اذا صارت عندك اعلمك شلون تتجاوزيها. بس سوي لي نسخ للرابط هذا وسوي له لسق. افتحي جوجل فارغ وسوي له لسق رسمي وديك عليه. لا تضغطين عليه ضغط، بس سوي له نسخ وروحي بين عنوان مال جوجل الفوق خلي له بيست هناك يفتح عندك. اعلم تتجاوزين المشاكل اللي تصير عندك مستقبلا ما يفتح عندك الرابط. سوي له نسخ لهذا وافتحي جوجل فايل جديد وسوي له لسق فوق بالعنوان. اشتغل؟ هذا احمد انا كذلك ما جاي اسجل عندي يعني. عيني بس سوي له نسخ هذا، سوي له نسخ لهذا الرابط ووديه بالجوجل. افتح جوجل وخليه بالعنوان مال جوجل، وين موجود جوجل؟ رئيسا راح يفتح عندك. يعني عندك مشكلة. هو ينفتح يعني ينفتح الرابط وتطلع عندي الفورما، بس من ادخل على الاسم اضغط مثلا على ما يدوس اي شيء يعني يبقى هيك بس شاشة.
هاي بس انتم باقيين، والله صارت عندي اكتب لي اسمك هنا الحين بالشات دكتور. انا اصلا من نضغط عليه ما يطلع لا نسخ لا حتى عين فتح. ها المشكله عندكم بالاعدادات يعني من يومكم انا يعني، بس يلا سجلي اساميكم ماكو مشكله. سجل الشات استاذ؟ اي نعم نسجل. اي سجلون هنا يمي انا راح اضيفهم يمي هنا. انا بالهاي بس شوفوا المشكله اللي عندكم شنو هي. مو لاجلي مستقبلا يعني. وفاء اخذت اسمك. قاسم تعال استاذ هسه راح اسجل. ما اشتغل؟ لا استاذ ما اشتغل بس عدز لك اياه على الشات استاذ. اي على الشات عدز لي اياه. اخوانا نشكركم شكرا جزيلا. قاسم اخذت اسمك وانت بعد ما سجلته. قاسم عبد هداد جابر مو؟ اي نعم استاذ. اي سجلت اسمك عيني. شكرا جزيلا. ان شاء الله. استاذ يعني سجلت اسمي استاذ احمد. عند زيت اسمك انت سجلت بالورقه؟ سجلت بالفورم؟ اليوم لو هسه لو. اي هذا الفورم دزيناه. كانت الانترنت شوي مقطوع. هذا محمد يا تيمك. هذا يمك الفورمه. ماكو بس اضغطها وسجلها بعدني ما غالق الان. وين يا دكتور؟ وين؟ بالشات بالشات. بالشات. بس اضغط عليها وسجل. يعني بس الاسم؟ الاسم بس الاسم هو الاسم والمكان العمل ومن يعني. ما هي استاذنا؟ هسه راح ادزك اياها مرت الله. ماني شان قلت لك اسجله بس خوف انسى. هذا هسه. اجاك الرابط؟ اي دكتور ممنون. هسه راح اسجل. ان شاء الله بالسلامه مع السلامه.